قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجابري. قال إن منح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقب قائد للعمل الإنساني تكريم مستحق لتاريخ البلاد الإنساني. وأضاف الجبري في تصريح صحفي اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة لمنح منظمة الأمم المتحدة سمو الأمير لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني، والتي تصادف يوم غد. أضاف أن منح هذا اللقب لسمو الأمير تكريم مستحق لتاريخ الكويت في العمل الإنساني الذي تبناه سموه كأحد ركائز السياسة الخارجية منذ تقلده قيادة الدبلوماسية الكويتية، وذلك في عام 1963. هذا وأكد الوزير الجبري أنه لا تكاد الإنسانية تجتمع حول محبة وتقدير زعيم كما فعلت مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أحيا الرصيد البشري القيمي والإنساني المشترك، فسموه هو المرآة التي يرى كل منا فيها ذاته الإنسانية، وهو أمير المبادرات وقائد الإنسانية من أجل خير البشرية.